كذب المنجمون ولو صدفوا، ولكن صدفوا دي مرة مرتين، لكن تصدف معاك ان كل حاجة تقولها صح غريبة شوية. تعالوا نشوف اللي في الصورة دي. عرافة ومعالجة روحانية مواليد سنة 1911، اسمها بابا بانجا. بابا بانجا دي اتشهرت جدا في فترة كده ان هي عالمة روحانية، يعني هي واحدة كده بتقعد تقول حاجات هتحصل وتنبؤات هتحصل. الغريب ان الست دي كانت تقريبا كل حاجة بتقولها كانت بتحصل. الست دي كان كفيفة ما بتشوفش، يعني هي عندها انعدام للنظر اساسا، ما فيش رؤية، وكانت دايما بتدعي انها على علاقة بكائنات غير مرئية هي اللي كانت بتقول لها المعلومات وبتقول لها الاخبار وبتقول لها الاسرار اللي غريبة جدا وكانت غالبا بتتحقق. اول حاجة تنبأت بيها وهي صغيرة هي قيام الحرب العالمية التانية وانتهاء الحرب العالمية التانية. هي قالت هيبقى في حرب عالمية تانية، وقالت التاريخ، وقالت النهاية بتاعت الحرب، وفعلا قالت برضو التاريخ، وفعلا قامت الحرب واتقفلت الحرب بالتواريخ اللي قالتها. والحاجة التانية انهيار الاتحاد السوفيتي. فكرة انك تبقي موجودة فتقولي ان الاتحاد السوفيتي بقوته العظيمة دي هينهار، ده الكلام ده قبل ما ينهار بسنين، وفعلا اللي حصل انه بعد مرور سنين الاتحاد السوفيتي ده انهار. ومش بس كده، دي كمان قالت ان الاميرة ديانا هتموت، وان الموتة بتاعت الاميرة ديانا مش تبقى موتة طبيعية، يعني مش واحدة هتموت موتة كده طبيعية، لا دي هتموت في حادثة. ايه الغريب في القصة دي؟ ان الست دي لما قالت ان الاميرة ديانا هتموت، ده كان قبل وفاة الاميرة ديانا بسنين كتير جدا، وفعلا الاميرة ديانا ماتت، ومش موت عادية، دي ماتت في حادثة. لكن من الحاجات اللي تنبأت بيها قبل وفاتها على طول ان في اخوين امريكيين هيموتوا عن طريق طيور حديدية. فطبعا هم ما كانوش فاهمين او مش عارفين يفسروا هي تقصد ايه، فاكتشفوا ان احداث 11 سبتمبر حصلت، وفعلا احداث 11 سبتمبر حصلت، وان برجين التجارة العالمية اتضربوا عن طريق طيارات حديدية، طبعا اللي هي الطيارات المعروفة، الحادثة المعروفة، فهي برضو تنبأت بيها. طب ايه تاني تنبأت بيه؟ تنبأت ان سنة 2016 قارة اوروبا هيبقى فيها عدد كبير جدا من المسلمين، وده تقريبا برضو بيحصل. وفي 2016 برضو امريكا هتتعرض لازمة اقتصادية كبيرة، وده بسبب ان في رئيس امريكي من اصول افريقية هيمسك الولايات المتحدة الامريكية، وهيتسبب في خلافات دولية بين بعض الدول، وهيتسبب في وجود ازمة اقتصادية. والحقيقة ان باراك اوباما من اصول افريقية هو اللي مسك الولايات المتحدة الامريكية فعلا، وان الولايات المتحدة الامريكية فعلا تعرضت لازمة اقتصادية كبيرة. الست العرافة دي قبل ما تموت اكدت ان الصين هتبقى من اكبر ومن اعظم اقتصاديات العالم، هتبقى دولة متحكمة في اقتصاد العالم. والحقيقة ان الصين بقت فعلا من اكبر ومن اعظم اقتصاديات العالم، وبقت متحكمة بشكل قوي جدا في شكل اقتصاد العالم. طب دي الاحداث اللي تنبأت بيها ومرنا بيها واللي انها حصلت. تعال اقول لكم بقى الاحداث اللي تنبأت بيها في المستقبل شوية، يعني لسه قدام، الله اعلم بقى تحصل ولا لا، ولكن الحقيقة ان كل اللي قالته حصل. سنة 2033 هيحصل انهيار جليدي كبير، والانهيار الجليدي ده هيتسبب في غرق دول كتير جدا، وهتسبب في مشكلة عالمية. وطبعا عشان نحل المشكلة دي هتمر سنين على بال ما يبدأوا تاني ينهضوا بالدول اللي تعرضت للغرق دي، وطبعا الشعوب الكتير اللي هتموت في الحادثة دي. كلام ده سنة كام؟ 2033. وتنبأت كمان ان سنة 2043 المسلمين هيكونوا تقريبا احتلوا اوروبا، وهتبقى هي القوة العظمى في قارة اوروبا بشكل عام، يعني هيبقى الدين الاسلامي منتشر في قارة اوروبا، وهيبقى فيها سيطرة كاملة على قارة اوروبا. كمان قالت ان سنة 2046 هيحصل تطور كبير جدا في الطب، وتحديدا في بناء الاعضاء البشرية، يعني الشخص مننا او البني ادم مننا لم يفقد عضو من اعضاء جسمه، بمنتهى البساطة الطب هيقدر يعوضه بعضو صناعي، ولكن هيأدي نفس الادوار بمنتهى البساطة. كمان قالت ان سنة 2066 الولايات المتحدة الامريكية هتطور سلاح قوي جدا، هتقدر من خلاله انها تبني جليد او حائط جليدي كبير جدا من خلال السلاح ده يعني، وهتضرب بيه روما. والهدف الرئيسي من ضرب روما او الابتكار بتاع السلاح ده هو محاربة المسلمين اللي هيكونوا سيطروا سيطرة كاملة على قارة اوروبا، وده هيسبب تهديد للولايات المتحدة الامريكية. خد بقى التقيلة، سنة 2088 هيظهر مرض هيتسبب بشكل رئيسي في ظهور الشيخوخة على البشر بسرعة جدا، يعني مجرد ما الإنسان يجيله المرض ده خلال أيام بسيطة جدا هتظهر عليه كل أعراض الشيخوخة. لكن قالت كمان إن سنة 2097 الطب هيوصل لحل للمرض ده أو علاج للمرض ده، وإن شاء الله يعني مش هيحصل حاجة زي كده. طبعا اتمنى انه ما يحصلش المرض ده خالص. الست عدت بقى كل المراحل وراحت لسنة 2125، وقالت ان سنة 2125 احنا كبشر ككرة ارضية هنتلقى اشارات واضحة
من الكواكب الأخرى، وهنبدأ نشوف الحياة اللي موجودة في العالم الآخر أو في الكواكب التانية اللي ما نعرفش عنها حاجة. وسنة 2183 الإنسان هيبقى قادر إن هو يعيش على سطح المريخ، وده معناه إنه هيقدر يسيطر على طبيعة الحياة أو طبيعة المناخ في المريخ عشان يقدر الإنسان يعيش هناك. كمان سنة 2221 البشر هيمتلكوا تكنولوجيا عظيمة جدا هتساعدهم وتسهل لهم للسفر حوالين الكواكب وإلى الكواكب والعودة إلى الأرض بسهولة، يعني فيما معناه يعني تبقى حاجة شبه العربيات كده أو المواصلات، يعني بمنتهى البساطة كده أنا رايح المريخ، أنا رايح بلوتو، كل ده هيبقى عادي يعني بمنتهى السلاسة كده بيحصل. نيجي بقى على وجع القلب. قالت إن سنة 3797 النظام الشمسي اللي على الأرض هيختل تماما، والبشر هيخترعوا او هيوجدوا نظام شمسي اخر يقدر يعيشوا جواه، وبالتالي الحياة على كوكب الارض او على سطح الارض تكاد تكون معدومة، وبعض الانواع من الكائنات هتكون بالفعل انقرضت تماما، والنوع البشري ده هيتغير ويتطور وغالبا هيكون شكله مش بنفس الشكل اللي احنا عليه دلوقتي. وقالت ان سنة 3803 البشر مش هيكونوا على الارض خالص، وهينتقلوا بالحياة لأحد الكواكب اللي هي غالباً المريخ بعد ما البشر يقدروا يعرفوا يعملوا نظام شمسي آخر أو نظام حياة تانية يسهل لهم الحياة فوق كوكب المريخ. ما سكتتش لحد كده. سنة 3871 قالت إنه هيظهر نبي، النبي ده هيدعو للهداية وهيدعو للرشد، وهيلم البشر حواليه ويعيد تاني رسالة البشر وأداب البشر وسلوك البشر إلى مكان عليه البشر في البداية. آخر حاجة قالتها قبل ما تموت إن سنة 5079 هو نهاية العالم. طبعا في نهاية الفيديو أقدر أقول إن الله أعلم كل اللي بتقوله ده في الآخر هو مجرد تنبؤات. صحيح إن معظم اللي قالته في حياتها أو معظم اللي تنبأت بيه حتى بعد وفاتها حصل، ولكن مفيش تفسير ديني يقدر يقول إن دي حقيقة، مفيش حاجة اسمها كده. لكن الست دي حكاياتها موجودة وحكاياتها حقيقية، وتقدروا تتأكدوا بنفسكم لما تعملوا سيرش عن الموضوع. صحيح قبل ما اقفل الفيديو، الست دي قبل ما تموت كمان قالت ان ليها وريثة وحيدة عايشة في فرنسا. ساعة لما الست ماتت البنت دي كان عندها 10 سنين، والبنت دي هي اللي تتولى بعد وفاتها الحكايات او التنبؤات والافكار. وده معنى حاجة ان الست دي ماتت سنة 96، كانت البنت دي عندها 10 سنين، النهاردة البنت دي المفروض تكون كبرت في السن وبقت هي وارثتها. هي قال الان ما ظهرتش او محدش سمع عنها حاجة، بس الله اعلم. سلام عليكم.